عمدة. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ عايزين نركن يا باشا. تعالى. تاخد مننا كام؟ 5 جنيه يعني هناخد منك 100 جنيه ولا ايه؟ ماشي. تركن يا باشا؟ اه. 3 4 كده يعني. بس ماشي. دفعني كام؟ 5 جنيه بس. بس ماشي. اه قول لي كام؟ ربنا يخليك تسلم. ارجع يا باشا. قول لي بس عشان انا عارف المفاجآت بتاعتكم. ارجع يا باشا. ماشي. ارجع يا باشا، ارجع ورا كمان. بكام يعني اكتر مبلغ دفعته في ركنه كام؟ 25. 25 وقال لي مبلغ. اغلى ركنه يعني هو دلوقتي انا حاسس ان هيبقى تحت بيتنا حد يقول لي ادفع حق الباركينج في كل حته 10 جنيه وفي وسط البلد يقول لك 20 جنيه 5 جنيه تقريبا 5 جنيه دي اغلى ركنه؟ اه 20 جنيه كم؟ 20 جنيه اغلى ركنه؟ 10 جنيه اغلى ركنه في الفيرمنت كان 70 جنيه تقريبا من 10 ل 20 لا هي 10 جنيه اغلى ركنه كانت في وسط البلد دفعت 15 جنيه تقريبا والله لما بنزل وسط البلد الجراشات هناك متوفره كتيره يعني غير طبعا اي باركينج في مول تجاري بيبقى اكتر من كده